شوف الأستاذ خليل يبدو رجع معنا على الخط. خليل الرواد مساء الخير. نعم الله يسعد مساك سيدي. حياك الله يا سيدي تفضل. مساء الخير. تأخرنا عليك. حياتي لكم يا سيدي. لا مش مشكلة. تفضل يا سيدي. أول شيء بحب سيدي أحيي الأستاذ فاضني مصطفى والأستاذ توفيق أبو همام الله يسعدك على هذا الطرح، وأشكرك جدا على هذا البرنامج الرائع. شكرا سيدي. بالنسبة للانتخابات تطرق الأستاذ مصطفى أبو رمان والأستاذ وفاء مؤخرا للدائرة الأولى، موضوع الدائرة الأولى. أين دور بالنسبة للنائب اللي أتى من غير من خارج الدائرة؟ وهذا صحيح، نحن أبناء الدائرة الأولى على فكرة، نتكلم من داخل الدائرة الأولى. هذا الرجل لا نعرفه نهائيا، نعرف أنه مستثمر ومدعم من نائب من العيار الثقيل كما يقال، ولكن كل النواب عندنا سواسية في مجلس النواب كلهم نفس الإشي، لكن هو فعلا يعني بيأثر خارجيا. هي وضحت الصورة سعادة النائب بتوقع في هذا الموضوع يعني. وحقك أن تنتخبه أو أن لا تنتخبه فقط. السؤالين، أين هيئة الانتخابات العليا إن تجيب لنا واحد من خارج دائرتنا ما بيعرف همومنا، ما بيعرف اتجاهاتنا السياسية، بيرشح حاله عنا وبيشتري الأموال من الناس الفقراء المبسطاء أو المال السياسي اللي دخل على الخط، ومن ثم بيجيب نائب يشتغل معه وبيقعد يصدر بيانات عن بالنيابة عنه كمان وموقع باسمه أيضا كمان، فهل هذا يجوز؟ وين الهيئة العليا عن المسؤولة عن الانتخابات؟ لماذا لا تسألونها يا أستاذ وفاء؟ شكرا أستاذ خليل. أستاذ خليل بس هنا حتى أوضح يعني، الأستاذ وفاء تحدثت بهذا الموضوع، يحق للشخص المسجل في أي دائرة أن يترشح عن أي دائرة في المملكة يريدها، وليس الآن حتى في المحافظة. الآن حقك كمواطن أن تنتخب هذا الشخص الذي يعرف قومك أو لا تنتخبه. نعم. أي شخص آخر موجود باستطاعتك تروح تنتخبه إذا أقنعك. القانون يمكن أن نذهب إلى الهيئة المستقلة. جميل. والآن وضحت أيضا في حال وجدت أو شاهدت أو ثبت على هذا الشخص. لا مش يثبت يا أخوي. بس مجرد تشكيل. نعم. إذا كان هنالك أي شكوى فليتقدم إلى الهيئة المستقلة. الهيئة المستقلة فتح أبوابها. جميل. لتلقي أي شكاوي. يعني المواطن كمان بصير يقول أنا مش هيئة مش بحث جنائي أستقص وأعمل له كمين وكذا. طب هنا المواطن إحنا عندنا هون بخافوا. إذا راح شكا يتورط في الموضوع. لا ما بتورط. أو إذا شاف شبهة. جميل. نعم. خذوا اتصال اذا بتحب. استاذ صايل عبد الله ابو رمان. صايل عبد الله مساء الخير. صايل عبد الله كيف حالك سيدي؟ حي الله يا سيدي، بس وطي لي التلفزيون عندك شوي احكي بعد مصطفى بالله. تفضل يا سيدي تفضل. وطي التلفزيون وتفضل. انا بهني هالشاب الطيب. طيب عمرك. انا بهني هالشاب الطيب المحترم اللي هونيك الله، لانه والله بيستاهل كل خير. أشكرك سيدي بارك. وأنا بعرفه عن قرب يعني سكان ماركة طيبين، وبحب المساعدة لكل الناس والله. الله يبارك. ومسي عليك وعليه وعظيفتك القرية كمان. شكرا لك. شكرا أستاذ صايل. شكرا لك أستاذ مصطفى. تفضل. ستي الكريمة. نعم. أنت تفضلتي بقانون وهو قانون معمول به أنه المرشح يحق له الترشح بأي دائرة يشاء. وأنا معك بأنه يعني هو هاي قمة الديمقراطية وقمة يعني حتى عائلته ممكن ما تنتخبه يعني. نعم. هذا إجراء ديمقراطي. لكن يعني إحنا عندنا مشكلة، بدي أحكي، هي مشكلة خاصة وقد تكون عامة. بعض الأشخاص يجيش، سامحيني إني بدي أحكي لك. نعم. يجيش منطقة كاملة وهو ثقل وأرقام بعشرات خيالية ويشتغل عليها طيلة 4 سنوات، يعني ما بيجي بيشتري أصواتهم بيوم واحد، والهدف هو الانتخابات. يعني عندما يوصل أخوه إلى مجلس النواب الشقيقة، وعندما يوصل أخوه الثالث رئيس لجنة محلية ومدير مكتب رئيس لجنة محلية بمنطقة أخرى، ويتدخل بتعيين وزراء ويتدخل بتعيين مدراء. إحنا ما وصلنا بالرقي السياسي والديمقراطي حتى نقول انه المرشح يترشح بأي دائرة. لو كان التمثيل الحزبي كما تفضلتي وكما تمنيتي انت، والحكومات البرلمانية، وكان عندنا احزاب حقيقية، عندنا احزاب نحترمها ونحترم ادائها، لكن الحياة الحزبية تكون نشطة عنا بالاردن. في الحالة لو قلنا انه المرشح انه الحزب عندما يرشح احد اعضائه في أي دائرة يشاء، هو يعني هو حزب موجود في كل أنحاء المملكة. جميل جميل. يعني هو مصر يعني. أنا بس النقطة واضحة الآن، النائب في حال وضح يعني
أو ثبت عليه شيء معين، من يحاسب النائب؟ أكيد مجلس النواب، وفي هنالك لجان، وأنت يعني الحادث اللي أشار لها واللي أدت للانتخابات التكميلية هي يعني مجلس النواب هو من قام بفصل النائب يعني السابق طلال الشريف وقام بتجميد عضوية النائب الآخر. يعني إحنا حتى لا يعني لا ندخل في نقاش لحالة فردية، أنا أريد أن يعني نتوسع قليلا ونجيب على بعض الأسئلة المهمة. ولا بد أنا هنا نقطة مهمة جميل، نعم. تثبيت مسألة لجنة النظام والسلوك، هاي يعني هذه مسألة ممتازة. نعم، وهذه إضافة مهمة جدا، وبالعكس أوردنا عقوبات جديدة من ضمنها التجميد، من ضمنها يعني عقوبات مختلفة جديدة، حتى أنه النائب يحس بأنه أيضا هو في موقع مراقبة. الذي يراقب النائب فعليا هو الناخب، هو الذي يراقب النائب. إذا كان النائب غير ممثل لأهله ولمنطقته ولمن انتخبوه لا يعيدون انتخابه، يعني هذا أمر واضح وصريح. يعني لا يمكن لنا أن نقول بأنه فلان يمثل الناس، ما من يفرز الذي يمثل الناس هي صناديق الاقتراعات في ظل انتخابات نزيهة وشفافة. يعني أنا بدي أجاوب على بعض الأسئلة المهمة، ويعني وأتمنى أن تترك لي المجال أكيد للإجابة عليه حتى لا يقال بأني سكتت أيضاً عنها. أيضاً لبعض الأسئلة اللي تعلقت بجوانب لها معركة الرئاسة والمال السياسي. والله يا أخي يا أمين، وأنا أتكلم معك بكل وضوح وبصراحة وبكل نزاهة، والله نسمع كثيراً ولكنني في قلب الحدث وموجودة في البرلمان لم أسمع لا عن رشاوة ولا عن أموال ولا عن شراء أصوات. يا أخي هو النائب اللي بيوصل نائبه وبدفع على حملته الانتخابية وبنضم لكتلة وبيكون، يعني أنا أستغرب مثل هذا الكلام. أقول لك بكل صراحة الأستاذ أمين العمري، إذا كان يوجد هنالك مال سياسي يعني ما مش عارفة، إذا مغمى على عيوننا وإحنا مش شايفينه هذا أمر آخر. إذا في حوادث واضحة لماذا لا يتم كشفها للرأي العام؟ لماذا نبقى نقول هذا أخذ سيارة وهذا أخذ شقة؟ ما يعني أجد بالنهاية بأنه كل ما سمعته حتى عن الانتخابات الماضية هو عبارة كان عن إشاعات لا أكثر. وتعلم بأنه هنالك حتى بعض المرشحين يستغلون مثل هذه الإشاعات في مواجهة بقية المرشحين. يعني قناعتك أنها ديمقراطية بالمطلق؟ يعني أنا لا أقول بأنها ديمقراطية، يعني هنالك عدة وسائل يعني تنافس، هو تنافس، هل هو تنافس؟ تنافس ديمقراطي الأصل، يعني الأصل أن يكون ديمقراطي، والأصل أن تحكمه، قد يحكمه مصالح، قد يحكمه مصالح، وقد تحكمه يعني تجاذبات داخل المجلس. جميل. واعتبارات مختلفة مناطقية وجهوية وكل الأمراض الاجتماعية اللي بنعرفها، وهذا موجود في كل المجتمعات السياسية وحتى في الانتخابات العادية. ولكن أنا لم أسمع ولم أرى وكل حتى في المجلس الماضي كل ما سمعته عن محاولات يعني وعن دخول للمال السياسي والله لم أشاهد عليه أي بينات. جميل، الآن نكملهم بس نأخذ اتصال لأنه معنا على الخط شوي الأخ صقر. مساء الخير. هلا أخي صقر، مساء الخير، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، تفضل. أنا صقر من مصر. أهلا أهلا. وطي التلفزيون عندك يا صقر. على موضوع يعني الدم والشغلات اللي بمصر هاي والامور الصعبه. اها اها. ويعني شيء يعني بالنسبه لجميع الدول العربيه شيء شيء صقر من مصر يعني. انت اكيد وصلت الصوره اخي صقر، شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا. يعني سريعا سأجيب أيضا. أنت ممكن تكوني يعني بالمكتب، ممكن تكوني بالمكتب يعني أنا في الحقيقة يعني نحن كائتلاف لم نعلن ترشح إلا يعني لنا مرشح للرئاسة كائتلاف حزب الوسط مع وطن، وسننظر بعد انتخابات الرئاسة في أي مواقع أخرى. لا يعني لا أنفي ولا أثبت، يعني ذلك يترك لجلسة الغد، ولكنني لم أعلن ترشيحي أو لم يعلن حتى الحزب ترشيحي على أي
موقع. بالنسبة لدور الرئاسة المجلس، هل في علاقة للحكومة ورئاسة الديوان؟ أقول بأنه إذا كنا نريد أن نخرج ونخطو خطوة إلى الأمام، أتمنى أن لا يكون نخرج هنالك من عقلية المؤامرة. نعم، أتمنى أن لا يكون هنالك دور. يعني أنا شخصيا ما تكلم معي حدا من الرئاسة ومن الديوان لأدعم أحد المرشحين ضد الآخر، ولكن لا أعلم، يعني أسمع الكثير أنه في هنالك مرشح مدعوم من الديوان هنالك، لكن يعني أنا شخصيا أنا شخصيا أقول عن نفسي، أنا لم يتدخل لدي أحد لغاية هذه اللحظة في ليلة وعشية الانتخابات وهي غدا حتى أدعم مرشح على حساب مرشح آخر. أحيانا بتكون التوجيه مش مباشر، قد يكون خاصة المشاركين بالائتلافات ما بيكون اتصال شخصي، يعني ممكن يكون هل حصل تأثير أو دفع باتجاه مرشح معين داخل ائتلافكم؟ يعني داخل ائتلافنا لا، احنا كان لدينا ائتلاف واضح منذ الانتخابات في الدورة الماضية مع كتلة وطن، وكان يعني لدينا التزام أخلاقي بأننا سنأخذ أو نخوض الانتخابات للرئاسة في الجولة الأولى اللي كان مرشحنا فيها محمد الحاج، الدكتور محمد الحاج، وأنه سنخلي المرة هاي مرشحنا لحساب مرشح وطن اللي وقفوا معنا في انتخابات المرة الماضية حتى لو لم يحالفنا الحظ. كان لدينا الالتزام أخلاقي، التزام مسبق من الدولة، وأجد بأنه هذا الالتزام يعني هو اللي حدد مسارنا كائتلاف، يعني فقط لا غير، هذا هو اللي حصل، ما حصل أي تدخل من أي جهة أخرى. وأنا يعني من هنا أقول لك بأنه كل مرشحين الرئاسة أشخاص محترمين لهم تاريخ برلماني وسياسي عريق ومحترم، أحدهم واثنين منهم كانوا رؤساء سابقين للمجالس، أحدهم معالي سعد هايل السرور رئيس لست أو سبع دورات، والأستاذ عبد الكريم الدغمي أيضا رئيس لدورة انتخابية. الشعب الأردني مل يا أخوي يا عبد الله، أنا يعني دائما أقول أنا مع يعني التغيير، ولكن والله إنه يعني كمان خلينا نكون منطقيين، يعني قد أكون من الناس اللي ما انتخبوا سعد هايل السرور في المرة الأولى، ولكنه شخص موضوعي وكان أداء حيادي داخل المجلس، وكان يتصرف مع كل النواب بطريقة متوازنة وعلى مسافة واحدة من الجميع، وأجد بأنه يعني لا يمكن لنا أن يعني نقلل من طريقة ومن أداء معالي في إدارة البرلمان اللي كانت ناجحة في عدة مواقع من ضمنها وأبرزها حادثة إطلاق النار على طلال الشريف، ولكن هذا لا يحجر على طموح الآخرين في أن يترشحوا وأن يثبتوا طبعاً ويتاح طبعاً وأن تتاح لهم الفرصة حتى يعني نخلق نخب سياسية جديدة. ولكن يعني أنا وجدت بأنه لا بد من أن أتكلم بصراحة، يعني نتمنى وين الحكومة المنتخبة، هذا هو السؤال الأكثر جوهرية في الموضوع. الحكومة المنتخبة والحكومة البرلمانية نتمنى أن نكون قادرين على خلقها وأن نضع يعني أن نسير على الدرجة الأولى، قانون يعني قانون نعم جيد، القانون الجيد والتطبيق الجيد للنظام الداخلي. الآن نحن لدينا استحقاق بأنه ما في أقل من 15 نائب ممكن يشكلوا كتلة، هذا شيء جيد، ما في نائب اليوم يكون بالوسط وبكرة يصير بوطن وبعد بكرة يصير يعني التنقل اللي نشتغل قاعدين حسب المزاج، الترحال السياسي سيضبط. أنت تدخل مع كتلة عليك أن تلتزم معها بالحد الأدنى إلى الدورة البرلمانية الكاملة، ثم بعد ذلك يعني مش اللي ما يعني بطلع الهوش نصيب يطلع جزء من الكعكة بقول مع السلامة وبقدم استقالتي، بتقدم استقالتك ممنوع تدخل كتلة ثانية حتى بداية الدورة العادية القادمة. يعني هو يستطيع التنقل بين الكتل ما بين دورة وأخرى فقط. أما داخل الدورة الواحدة كنا نشاهد اليوم فلان مع الكتلة هاي بكرة مع هاي، إذا ما زبطش ما خذش رئاسة اللجنة بروح على هذيك، هذا الكلام كله تم يعني وضع حد له في النظام الداخلي. عودة إلى أيضا قانون